السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مومن عيد قاسي، يعني وين قالوا المدرب الجديد ليس جائع على الألقاب، ليس جائع على الألقاب. محسوب كي محسوب بغينا نجيبوا واحد شبعان ولا جائع؟ ليس جائع، والله ما نعرف كيفاش. غوارديولا راه كان وين ما يروح يدي القاب، فانيك ما يا ما تهمناش، والله ما تهمناش. مورينيو ولا اي واحد، اي مدرب على بالك كلام مقاهي. تسمع مصطفى مازا، تسمع مصطفى مازا واش كان يهدر؟ تقنع. تسمع مومن والزعف، اسمعوا شوف المنتخب الوطني الجزائري. مرحبا بك مومن. اذا كما كان منتظرا تقريبا، هذا هو المدرب بيتكوفيتش، سيكون على راس العارضه الفنيه للمنتخب الوطني الجزائري خلفا لجمال بالماضي. هل نحن امام نسخه من مدارس شرق اوروبا، نسخه فايد حليلوزيتش جديده، ام ان هذا مدرب لديه صفات وميزات اخرى؟ السلام عليكم اخي حسام. وعليكم السلام للجميع. اظن ان هذا التعيين كان منتظرا منذ بضعه ايام، اظن ان المحادثات لم تتوقف مع فلاديمير بيتكوفيتش، هذا المدرب الذي لديه نعم ثقافه اوروبيه، لديه العديد من التجربه، تجربه كبيره مع المنتخب السويسري، اي نعم مر طويلا وحقق نتائج يعرفها الجميع. سبع سنوات بالنسبه نعم مع سويسري. نعم مع سويسرا كانت نتائج جد ممتازه بالنسبه لهذا المنتخب الذي كان اظن حتى وصل الى بين العشر الاوائل في ترتيب الفيفا. نظن ان الخيار كان كما تحدثنا عنه في كاس افريقيا اخي حسام، وكنت قلت لما لا فلاديمير بيتكوفيتش، قلت لمومن هل صادق اصدقتك؟ لا ربما، لم اقل يعني رسمي، ولكن اليوم تحقق هذا. نظن ان بيتكوفيتش صحيح انه لا يعرف كثيرا افريقيا، صحيح ان ليست لديه الخبره الكبيره بالنسبه للميادين افريقيا، الا انه يبقى مدرب لديه خبره كبيره في ميدان تدريب كناخب، يعني لديه يعني تلك اللمسه التي يستطيع ان يحتوي بها ربما مجموعه لا يعرفها. نظن ان في سويسرا كان عنده جيل ذهبي، يجب التذكير ان كان عنده تقريبا احسن جيل في تاريخ سويسرا، تشاكاوا شاكيري و اسمح لي هنا راك تضرب فيها الدور. افضل جي تما اللعبه هما اللي لعبوا، لا مدرب اللي خدم من 2014 ورواح هو اللي خدم. وزيد حنا كان عندنا افضل جيل، بصح المدرب تاعنا المدرب تاعكم هذاك اللي كنتوا تقولوا لنا خط احمر ما خدمش، لا مش كيف كيف. من طراز كبير لعب حتى في البوندسليغا وكان لديه نخبه جيده جدا. هو اهل المنتخب السويسري لمرتين الى كاس العالم وايضا نعم كاس اوروبا، حتى ربع نهائي كاس اوروبا، وكان قاب قوسين او ادنى من التاهل الى المربع الذهبي في امام اسبانيا، اقصى منتخب فرنسا بطل العالم في ثمن نهائي شهير في كاس اوروبا، الى لعب بعشره لاعبين، وكنا كلنا نحلل في قناتنا تلك الكاس، وقلنا انه كان له الفضل الكبير في التاهل الى في تلك الدورة إلى ربع النهائي، بأنه سير جيدا مباراة 10-11. اليوم لدينا معطيات أخرى، منتخب وطني جزائري يخرج من أزمة كأس إفريقيا وليست أزمة نتائج كما يريد أن يسوقها البعض، أن المنتخب الوطني اليوم شئنا أم أبينا ولكن أزمة نتائج فرديات مومن أزمة نتائج في دورة مغلقة. أستاذ حسام، أستاذ حسام لما نتحدث ماذا لو لن تكون النتائج في التصفيات، هنا تكون أزمة نتائج لما تكون يعني في مسابقة مفتوحة لتصفيات كأس العالم أو كأس إفريقيا، هنا تستطيع، لكن أزمة أهداف لم نحقق أهداف مع الناخب الوطني جمال بالماضي، واليوم طوينا صفحة وسوف نبدأ صفحة أخرى بمناخب وطني جديد. نتمنى للخبر كل التوفيق، إلا يجب فقط أن نعطي كل يعني الوقت ونكون كلنا وراء هذا الناخب الوطني حتى نرى ماذا يستطيع ان يفعله، ماذا يستطيع ان ياتي به كذا. انا اليوم نقول واكرر
لهم تشخص المرض عمرك ما تقدر تداوي. اليوم المشكله تاعنا راهي في الدوارات المغلقه. لا حتى كوفيد يعرف ذلك، يعرف جيد كره القدم. كوفيد لاعب كره القدم كلاعب في سويسرا. الدورات المغلقه تقصد يعني كاس افريقيا مثلا؟ كاس افريقيا وليس مثلا كاس افريقيا، ولكنه لا يملك الخبره في افريقيا، وهذا ما كانت تركز عليها اللجنه الخاصه باختيار المدرب. كيروش وصل فينال، كان عنده خبره كبيره في لافريقيا. كيروش شيء مهم ومعيار مهم. فيشرو هذا كان عنده وصل فينال، كان عنده مساعد المدرب تاع كوت ديفوار وبدها عنده خبره، خادم 20 عام في لافريقيا. تحدث على يعني الكريتير دو شوا، يعني ما معايير اختيار. كنا تحدثنا عن افريقيا، كنا قلنا شو قال لا يجب بالضروره تاتى، يعني ماذا زال قالك حنا حبينا نربحوا الوقت ماذا بينا يا رب. طيب مومن بجوار الجيريا، مومن عامل اللغه ايضا، هذا المدرب لا يتحدث اللغه الفرنسيه على ما اعتقد وحتى الانجليزيه. هل سنكون امام مشكل في التواصل مع اللاعبين؟ اللي يهدر فرنسي مليح. نسخه جديده من رايفاتس، لا تتخوف من هذا الجانب مومن؟ ما رايك؟ لا اكيد اكيد، انا نظن ان ما يخيفني اكثر في ناخب وطني جديد هو لما ما تكونش عنده بيكونش جيعان كما نقولوا بالعاميه. لازم نجيبوا مدرب جيعان، حاب يربح، حاب يدير انجازات. مش حبيت نقول لك حاب يروح لكاس العالم بالكوفيد، قول له تكاليف يا كوب دي موند ولاعب سوت ولا ثلاث، قول له لعب كاس افريقيا ولاعب كارت في مال كوب دي موند وكارت في مال كوب اوروب. ما راهوش جيعان في الانجازات، الا انه تجربه جديده سيخوضها ل والله لا لانه هناك عده، لما تشوف بيسيرو باول تجربه ربما او ثاني تجربه راح تدخل في النهائي. نحكم لك بروس في اول تجربه مع كامرون فاز بكاس افريقيا، من كذلك هناك عده امثله. ولكن احنا مش كنا حابين نربحوا الوقت قد جينا طيلات. علاش حنا كنا نقولوا على فايدا ديلوجيك؟ لان فايدا ديلوجيك يعرف جيدا العقليه الجزائريه، يعرف المونتاليتي، يعرف اللاعب الجزائري كي يكون يخمم يعرف واش راه يقول. اعتقد انه بنفس يعرف بلي كاين الهيثم والشكابه، اعتقد انه مدرب منضبط ويعرف جيدا كيف يحافظ على يعني الشاشه المجموعه حزاقه. يعرف اكيد انا معك هشام، لما تحدث عن الانضباط والانضباط كل واحد كيفاش يسير المجموعه. اخي فايدا ديلوجيك ليس فقط اذا مع اللاعبين، فايدا ديلوجيك حتى المحيط المباشر يعرف كيف يتصرف معاه، ويعرف كيف يحمي مجموعته من بعض يعني لي بارازيت كما يقولوا في المحيط هذوك. ما لازمش يكون واضح مو دوك بيتكوفيتش، ما نظنش باللي راح يتخلى ولا راح يخلي يعني تخليها سايبه لهالدرجه. نظن انه خيار بس به، نتمنى فقط ان تلك الفكره الطويله التي بقي فيها بدون عمل لن تؤثر عليه ولن واضح مؤمن. يلا اوكي مؤمن، شكرا جزيلا لك. تحبسك والله تحبسك، ما بغاش يحبس. قال له جيعان، قال له لازم لنا واحد جيعان. كوت ديفوار كي جابت رونار كان داي لقب افريقي مع زومبيا 3 سنين برك، دا 2013 2014 2015 3 سنين 2015 دا تمام عام الثالث ربحها. ثم كوت ديفوار فانيك خرجوا قال لك لا ما نجيبوش رونار راه شبعان القاب. يقولوا له جيب لنا لقب، يقول لهم لا ما عندي ما ندير به، انا ديت واحد لقب ولا كي ولا لا بصح ولا تشوف ما فهمناش كيف نروحوا لاوروبا مدربين. يعني نقولوا بلي غوارديولا بارسا دا بايرن ميونخ دا يا فريق تاع تشيلسي تما غلطوا، جابوا واحد شبعان القاب. هي ما داش وقيله ما داش، جابوه بروجي باش يدي دا ولا تكتبوا لك ما زعمتش كيفاش رحمه الله. يا سي مومن ما يدري جيت معك شويه في واحد الهضره، بصح هذه الهضره ما جيتش معك خويا، وكنت انا درت لنا تاع خط احمر تاع قال عليها تاني خرجتنا باللي لعبه محكورين انت بزاف صوالح خرجتهم بزاف بزاف بزاف. عاود ولوا للعقل، عاود والله العظيم عاودوا له غير بشويه. ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش، تنرفاو.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.